بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب الأمور التي توجب حجة الإمام من كتاب الكافي الشريف، يتضمن هذا الباب بعض علائم الإمام، حينما يشتبه الأمر على الإنسان في تشخيص من هو الإمام، هنا الله سبحانه وتعالى جعل علائم، هذه العلائم تسوق الإنسان ليعرف الإمام. بعض هذه العلائم هي لمن يعترف بنبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وبعضها علائم حتى لمن لم يعترف به فعبر هذه العلامة يعرف بأن هذا إمام وأن الرسول حق وبعض هذه العلائم هي علائم لمن يعترف بالامامه ويعترف بالامام السابق لكن لا يعلم بعد وفاته الامام اللاحق مثلا النص من رسول الله صلى الله عليه واله هذا دليل على امامه الامام سواء على الذين يعترفون بالامامه او الذين ينكرون الامامه يعني الآن مثلا بعض المسلمين لا يعترفون بالامامه. اذا اردنا الاحتجاج عليهم فمن جملة الاحتجاج عليهم الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه واله الثابت الصحيح. يعني اذا واحد يأتي من غير الشيعه ولا يعترف بامامة امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. لكنه يعترف بنبوة رسول الله محمد صلى الله عليه واله، فناتي اليه ونقول ما هي الكتب التي تراها حجة بينك وبين الله؟ يقول الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني. نقول ما هي الاسناد الصحيحة عندك؟ يقول السند الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني. والفلاني. نقول في الكتب المعتبرة عندك وبالاسناد الصحيحة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه واله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه واله قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وثبت أنه قال وقال 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 مجموعة من الأحاديث الصحيحة الصريحة المتواترة ولعله يأتي ويناقش في الدلالة فنجيبه بأجوبة شافية وافية والحجة تتم بس إذا ما يريد يقبل فذاك شأنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأتون بالمعجزات الظاهرة الباهرة وكثير من الناس ما كانوا يؤمنون ولكن الحجة تامة لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وآيات أخرى تدل على ذلك. إذن هذا لم هذه حجة لمن يعترف بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله؟ إذا واحد لا يعترف بنبوة الرسول، يعني واحد نصراني مثلاً أو يهودي أو مجوسي أو ملحد. ما هي الطريق؟ ما هو الطريق لإثبات إمامة هذا الإنسان له؟ هنا طريقان. الطريق العادي أن نأتي ونبحث في أنه هل تعترف بوجود الله أو لا؟ إذا لا يعترف بوجود الله، نأتي بالدلائل العقلية لإثبات وجود الله. بعد إثبات وجود الله، او هو يعترف بوجود الله ناتي لاثبات نبوه رسول الله محمد صلى الله عليه واله بالدلائل العقليه بعد ان اثبتنا له نبوه رسول الله محمد صلى الله عليه واله ناتي الى حديث الرسول الذي يبين امامه مثلا امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام هذا طريق وهو الطريق العادي الطبيعي المتوفر لدينا الآن. الطريق الآخر وهو في هذه الأزمنة غير متوفر لنا، ولكن في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام قبل الغيبة هذا كان في الجملة متوفرا، وهو الإعجاز. يعني الإمام عليه الصلاة والسلام تصدر منه معجزة. الله سبحانه وتعالى يجري على يده الإعجاز. فإذا صدر على يد الإمام المعجزة يتبين أنه الصادق، كما أن الرسل حينما كانت تصدر من أيديهم على أيديهم المعاجز كان يتبين صدقهم، فالإمام الذي يصدر منه تصدر منه المعجزة يتبين أنه صادق في دعواه الإمامة، وإمامته متوقفة على نبوة الرسول صلى الله عليه وآله، وبذلك تثبت نبوة محمد صلى الله عليه واله لهذا الكافر او هذا الملحد. واما بالنسبة الى الذي يعترف بامامة الائمة عليهم الصلاة والسلام. لكنه لا يعلم ان الامام السابق حينما توفي من هو الامام من بعده. فحينئذ هناك طرق وعلائم من جملة العلائم النص، يعني الإمام الذي من قبله، أو الأئمة الذين من قبله، أو رسول الله صلى الله عليه واله، قد نص على هذا، هذا الطريق. الطريق الثاني، والعلامة الثانية، العلم. يُسأل عن أي شيء فيجيب إجابة صحيحة. طبعا هذا خاص بالعلماء بالفضلاء، أما عامة الناس قد لا يدركون المسائل العلمية، قد لا يتمكنون من الخوض في المسائل العلمية، إذا واحد أُمي لا يعرف المسائل العلمية، يسأل سؤال فيحصل جواب، زين هذا الجواب صحيح مو صحيح، لا يمكن معرفة ذلك إلا للخواص، فهذه علامة للخواص وقد تكون علامه للعوام حينما يعلمون باجوبه بعض المسائل يعني سائل الائمه السابقين عن مسائل يعرف اجوبتهم ثم ياتي للامام اللاحق فيرى ان جوابه متطابق مع جواب ابائه هذا احيانا لعامه الناس وليس دائما وهناك علائم اخرى ذكرناها في الحلقة الماضية وفي هذه الأحاديث التي نريد أن نتلوها الآن أيضاً هذه مذكورة. العلم، التقوى، الورع، لا مطعن فيه لا في نسبه ولا في حسبه ولا في أفعاله، ليس طالب دنيا لا يلهو، لا يلعب، بريء من كل نقص، بريء من كل عيب. في جسمه وأيضا علائم أخرى أن يكون أكبر أبناء أبيه الإمام الذي من قبله من غير أن يكون فيه عاهة، أكبر الأبناء الأحياء من غير أن يكون فيه عاهة، هذه عامة لجميع الأئمة باستثناء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فهو كان شقيق الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، أما في سائر ائمه فاكبر الابناء الاحياء من غير عاهه، انما قلنا اكبر الابناء الاحياء لان عليا الاكبر عليه الصلاه والسلام كان هو الاكبر لكنه استشهد في حياه ابيه. فلذا الامام هو الامام زين العابدين بعد الامام الحسين عليه الصلاه والسلام، لانه حينما استشهد الامام الحسين اكبر الابناء الاحياء كان هو الامام زين العابدين. من غير عاهه لانه اذا الاكبر كان فيه عاهه فلا يكون اماما لان قد دلت الادله المعتبره ان الامام لا عاهه لا في خلقه ولا نقص في خلقه يعني حينما استشهد الامام الصادق اكبر ابنائه كان اسماعيل وكان قد توفي في زمان الامام الصادق فلم يكن هو الامام. ثم ثاني الأبناء أكبر الأحياء كان عبد الله الأفطح ولكنه كان فيه عاهة في رأسه أو في رجله كان فطح في رأسه أو رجله يعني كانت رأسه أو رجله عريضة بشكل غير طبيعي بحيث أنه كان تشوه وعاه فأيضا هو لم يكن إماما من الإمام هو الإمام الكاظم لأنه أكبر الأبناء الأحياء من غير عاهة فإذا هذه من العلامة التي يعرفها عامة الناس الوصية الظاهرة أن يكون وصية أبيه يعني حينما تدخل إلى المدينة المنورة وتسأل الناس من وصي الإمام الباقر يقال لك جعفر بن محمد من وصي الإمام الكاظم يقال لك علي بن موسى الرضا الناس يعرفون هذا بحيث أنه حتى ربات الحجال في خدرهن يعلمون أن فلان وصية فلان هذه علائم بعضها لعامة الناس بعضها لخلص الشيعة بعضها للعلماء بعضها لغير الشيعة وبعضها لغير المسلمين حتى اللي هي المعاجز لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العلائم لكي تتم الحجه، مو انه واحد في يوم القيامه يقول يا رب لم يكن هناك بيان، ما كان هناك دليل، ما كانت هناك حجه، فلا اعاقب، يقال له نعم كانت هناك حجه، والحجه في معرض الوصول، لكن انت لم تبحث عنها، انت لم تهتدي بها، المشكله فيك والا الله سبحانه وتعالى ليس بظلام من للعبيد فلا يعاقب احدا من غير ان تتم عليه الحجه. الله سبحانه وتعالى في ايه يقول اذا العذاب قبل ارسال الرسل كان، قبل انزال الكتب كان، ماذا كانوا يحتجون؟ لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. فلذا قبل ارسال الرسل واتمام الحجه، لا عذاب عليهم وانما العذاب بعد ارسال الرسل واتمام الحجه. في الحلقه الماضيه تلونا حديثين من احاديث هذا الباب، باب الامور التي توجب حجه الامام، واما الحديث الثالث عن ابي عبد الله عليه السلام الامام الصادق، قال: الراوي قيل له: بأي شيء يعرف الإمام؟ قال: بالوصية الظاهرة، يعني وصية علنية، الجميع يعلم أن فلان وصي فلان، وبالفضل، يعني بالعلم وسائر الفضائل. ان الامام لا يستطيع احد ان يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج. يعني غير انه فيه الفضائل ليس فيه النقائص. الطعن في فم بمعنى الكذب. عادة منتحلي الامامة، منتحلي النبوة الذين يدعون هذه المقامات الالهيه كذبا وزورا هؤلاء يضطرون الى الكذب يعني اذا واحد في الاهم يكذب هو ليس بنبي ويدعي النبوه، هو ليس بامام ويدعي الامامه زين يريد يحافظ على الذين اتبعوه جهلا فيضطر بان يكذب عليهم هذا امر واضح واذا كذب عليهم الله سبحانه وتعالى يفضحه لذا المنتحلين للنبوه وللامامه الله سبحانه وتعالى يفضحهم باكاذيبهم اما الامام الحق من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبله الانبياء هؤلاء كلامهم الصدق لذا لا يطعن عليهم بانهم كذبوا فلا يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج، يعني له العفة. لا يأكل أموال الناس بالباطل. عادة المنتحلون يأكلون أموال الناس بالباطل، هو ليش أصلاً انتحل؟ انتحل حتى يحصل مكاسب دنيوية. الله سبحانه وتعالى يقول: إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعني يأكل أموال الناس بالباطل، ويصد عن سبيل الله زعما منها أن سبيل الله يمنعه عن مصالحه فلذلك يأكلون المال بالحرام أما الأنبياء لا يسألون أحدا أجرا الأئمة الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء اصطفاهم الله لا يسألون أحدا أجرا ولا يبتزون الناس أموالهم ولا فرج فيقال يعني فلا يقال له كذاب وياكل اموال الناس وما اشبه هذا هذا ما ما اشبه هذا يعني ما يرتبط بالفرج وانما لم يصرح به لاستهجانه فاذا الوصيه الفاضل لا مطعن فيه لكن تاتي الى المنتحلين تشوف المطاعن فيهم كثيره جدا جهلهم كثير عدم الفضل فيهم كثير وأما الوصية وعدم الوصية فواضح ولذا أنكروا الوصية البعض أنكروا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله ليش لأنه يدري أن الرسول لم يوصل الخلفاء وإنما أوصى لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام زين يقول عنده وصية زين الوصية لمن وما يقدر يقول لخلفائه لعلي بن ابي طالب فلا يريد ذلك لذا انكروا من الاساس الوصيه مع ان الله سبحانه وتعالى يامر بالوصيه والرسول صلى الله عليه واله كان يامر بالوصيه الله يامر بالوصيه الرسول يامر بالوصيه ورسول الله هو يخالف امر الله ويخالف امر نفسه هذا يعقل لا يعقل ذلك الحديث الاخر عن معاويه بن وهب قال قلت لابي جعفر يعني الامام الباقر عليه السلام ما علامة الامام الذي بعد الامام؟ الامام السابق احنا نعرفه نؤمن به، نصدقه لكن لا نعرف الامام اللاحق، شنو علامته؟ فقال طهارة الولاده يعني لا مطعن في نسبه وفي هذا تعريض لخلفاء الجور لأن كثيرا منهم كان هناك طعن في نسبهم ولو في الجاهلية يعني آباؤهم أمهاتهم في الجاهلية كانوا لصقاء مثلا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الكتاب رقم 17 من نهج البلاغة يكتب إلى معاوية يعرض به ويقول وليس الصريح كاللصيق لماذا؟ لأن أمية هذا كان عبدا روميا تبناه عبد شمس عبد شمس أخوه حاشم حاشم جد النبي صلى الله عليه وآله أخوه عبد شمس عبد الشمس كان يسكن في الشام فتبنى عبدا روميا وهذا التبني كان موجود في الجاهليه الى ان جاء الاسلام والغى التبني وما جعل ادعياءكم ابناءكم اميه كان عبدا روميا تبناه عبد الشمس وبنو اميه هؤلاء ذرية اميه فإلصاقهم بقريش وبالعرب كان عبر التبني، لذا أمير المؤمنين يقول: وليس اللصيق، وليس الصريح كاللصيق، الصريح يعني الذي نسبه واضح، بنو هاشم نسبهم واضح، أمير المؤمنين يقول: أنا نسبي صريح، لكن أنت لصيق، لأن أمية جدك لم يكن من العرب كان من الروم ولا من قريش. زين. فأولاً في هذا الحديث طهارة الولادة. ثانياً وحسن المنشأ تربيته تربية لائقة. البعض تربوا تربية سيئة. مثلا يزيد بن معاوية أمه كانت من بني كلب. بني كلب كانوا نصارى. فأمه ميسون الكلبية كانت من النصارى. فطلقها معاوية فيزيد نشأ عند أخواله النصارى، لذا تربيته كانت تربية مسيحية، تربية نصرانية وليست تربية إسلامية. لذا كان مستهتر لو كان هو متربي في بين المسلمين لعله ما كان يستهتر هذا الاستهتار في شرب الخمر علنا وارتكاب الموبقات العلنيه فالعلامه الثانيه وحسن المنشأ ولا يلهو ولا يلعب حتى إذا هو صغير لا يلهو لا يلعب اللهو شنو هو العمل الذي يسبب غفله الانسان عن مهامه هذا يسمى اللهو اللعب هو العمل من غير غرض مره الانسان عنده غرض تشوف واحد يحفر ارض مثلا يجمع التراب ماذا يبني بيتا هذا ليس لعبا واحد شوفه يحفر الأرض يجمع التراب لماذا هناك لعبة فيها حفر مثلا فيها جمع التراب هذا عمل ليس فيه غرض عقلائي فلذا يسمى لعب الطفل تشوفه يلعب شنو اللعبة ليس له غرض خاص وإنما مجرد انشغال الامام لا يلهو ولا يلعب وحتى وهو صغير حتى وهو صغير لا يلهو كالاطفال ولا يلعب كالاطفال حكام الجور والمنتحلون هؤلاء اهل دنيا واهل الدنيا عاده يقضون وقتهم باللهو واللعب لا تقرا تاريخ مثلا سلاطين بني أمية وسلاطين بني العباس تشوف أن وقتهم كان في اللهو يروح للصيد لهوا ولعبا يجلس مع ندمائه في مجالس الفسق والفجور والخمر وما إلى ذلك ويتكلمون بكلام باطل مجالس البطالين وأمثال ذلك وتعرف أن هذا ليس إمام من الله سبحانه وتعالى هذه علائم قبل أن تكون علائم شرعية هي علائم يدل عليها العقل أيضا هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يجعل حجته إنسان من الصبح إلى يشتغل باللهو واللعب وأمثال ذلك تربية تربية سيئة نسب فيه إشكال مثلا الحديث الآخر عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أحمد بن عمر أحد الرواة يسأل الإمام الرضا قال سألته عن الدلالة على صاحب هذا الأمر يعني عن الإمام قال الدلالة عليه الكبر يعني أكبر أبناء أبيه كما ذكرنا والفضل علمه وأخلاقه وسائر الفضائل والوصية والوصية خفية لا إذا قدم الركب يعني المسافرون الركب اما بمعنى القافله واما جمع الراكب اذا قدم الركب المدينه فقالوا الى من اوصى فلان قيل الى فلان ابن فلان ما يحتاج يحقق تحقيق كبير لا بمجرد ان يسال الناس يعلمون يعني القضيه ظاهره واضحه شائعه وهناك علامه اخرى لكن هذه علامه خاصه ودوروا مع السلاح حيثما دار يعني سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله فأما المسائل فليس فيها حجة المسائل ما فيها حجة لعامة الناس هذا الجمع بين الأحاديث لماذا؟ لأنه تسأل يجاوك جواب غير صحيح من أين تعلم بأن جوابه غير صحيح؟ مثلا عامة الناس لا يعلمون فلذا لم يجعل السؤال علامة لعامة الناس وإنما جعل علامة للخواص وهذه العلائم في هذا الحديث لعامة الناس أكبر أبناء أبيه هذه علامة يعرفها الكل الأحياء من غير عاه أن يكون فيه الفضل هذا أمر معلوم لدى الجميع أن تكون فيه الوصية الظاهرة هذا معلوم للجميع اما السلاح للخواص، اما العلم للخواص وليس لعامة الناس. الحديث السادس الامام الصادق يقول: ان الامر في الكبير ما لم يكن فيه عاهة، لانه اذا كان فيه عاهة فلا يكون اماما، لان الله سبحانه وتعالى يصطفي في الخلق وفي الخلق. إذا الأنبياء لم يكن في أجسادهم عاهة، ما عدنا نبي من الأنبياء كان معوقاً، صحيح إذا واحد فيه عوق أو عوق هذا لا إشكال عند العقلاء، لكن كثير من الناس يبتعدون عن الذي فيه عاهة، الله سبحانه وتعالى ما أراد أن تكون لهم حجة على وليه وعلى الله سبحانه وتعالى، يقال له في يوم القيامة: لماذا لم تذهب إلى هذا الذي يقول إنه نبي وتسأله؟ حتى لا يقول رأيت في جسده عاهة فاشمئززت منه، لم أذهب إليه، كان في مرض معدي، أنا خفت من هذا المرض المعدي، كان منظره مخيفاً مثلاً، أو كان كذا كذا، حتى بهذا المقدار الله سبحانه وتعالى ما أراد أن تكون للناس على الله حجة لذا الأنبياء في أجسادهم من أجمل الناس وكذلك أخلاقهم رفيعة جدا فضلهم رفيع لأن الله اصطفاهم وحتى ما ورد من بعض الروايات مثلا أو بعض الآيات في مرض بعض الأنبياء مثلا أيوب عليه الصلاة والسلام إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيوب عليه السلام أولا كان سليما من جميع الجهات، ثم الله سبحانه وتعالى لامتحانه ابتلاه بالمرض. هذا المرض ما أثر على ظاهره، لا ظاهره بقي كما هو، ظاهره جميل وسيم، وإنما هذا مرض كان مرض داخلي، الآن أحيانا نشوف واحد به مرض مريض مثلا. في مرض قلب مثلا، مرض رئة، والعياذ بالله في مرض سرطان، لكن تشوف ظاهره ظاهره عادي ما متغير. جماله مثلا ووسامته ما متغيره. صحيح هو مريض وقد يعاني من اوجاع وقد يضطر ان يلازم الفراش. لكن ليست مما توجب فيه عاهه من حيث الظاهر. وايوب عليه الصلاه والسلام كان هكذا. بالنسبة إلى يعقوب عليه السلام الله سبحانه وتعالى لم يقل وعميت عيناه من الحزن، قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ابيضت عيناه مو معناه انه صار أعمى ابيضاض العين ليست بما ليس بمعنى العمى وإنما عينه ضعفت وشوية سوادها قل بحيث انه لما تشوفه تشوف عينه تميل الى البياض وهذا ليس عيبا واحد تكون عينه ضعيفه مثلا او تميل الى البياض ليس عيبا احنا بعض الاشخاص نشوف شويه عينه سوادها قليل لا يعتبر هذا عيبا عند الناس وبيضت عيناه يعني من شده الحزن عيناه مالت الى البياض وضعفت من غير ان يكون اعمى وعلى كل حال الانبياء في اجسادهم لا يوجد خلل ولا نقص في أخلاقهم أيضا كذلك لذا إذا شفت واحد في جسم عاهة اعلم أنه ليس بإمام اعلم أنه ليس بنبي وأما الحديث الأخير من أحاديث هذا الباب هذا الحديث نتلوه عليكم بشكل سريع قلت لأبي الحسن يعني الإمام الكاظم جعلت في ذاك بما يعرف الإمام فقال بخصال، أما أولها أولها فإنه بشيء قد تقدم من أبيه، يعني النص فيه بإشارة إليه لتكون عليهم حجة، ويسأل فيجيب، وإن سكت عنه ابتدأ، ويخبر بما في غد، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. باذن الله سبحانه وتعالى يعلم عن المستقبل. ويكلم الناس بكل لسان يعرف جميع اللغات. ثم قال لي يا ابا محمد اعطيك علامة قبل ان تقوم. فلم البث ان دخل علينا رجل من اهل خراسان. خراسان في ذلك الوقت منطقة وسيعة جدا. يعني من بعد الري من بعد طهران الان. كانت تبدا خراسان والى وسط افغانستان. والان بعض الدول المستقله من الاتحاد السوفيتي مثل تركمانستان مثلا واقسام من اوزبكستان هذه كانت ضمن خراسان. فلم البث ان دخل علينا رجل من اهل خراسان فكلمه الخراساني بالعربيه فاجابه ابو الحسن عليه السلام بالفارسيه. فقال له الخراسانى والله جعلت فداك ما منعني ان اكلمك بالخراسانيه غير اني ظننت انك لا تحسنها لا تعرفها فقال سبحان الله اذا كنت لا احسن اجيبك فما فضلي عليك ان يعني اذا انت تعرف اللغه الفارسيه وانا لا اعرف هذه اللغه فانت في هذه الجاه افضل مني اذا انت تعرف اللغه الانجليزيه وانا لا اعرف هذه اللغه فانت في هذه اللغه افضل مني ثم قال لي يا ابا محمد ان الامام لا يخفى عليه كلام احد من الناس ولا طير ولا بهيمه سليمان ماذا قال وعلمنا منطقه الطير وفي الاحاديث الصحيحه ان الائمه يعلمون منطقه الطير ايضا ولا طير ولا بهيمه ولا شيء فيه الروح فلم فمن لم يكن هذه الخصال فيه هذه العلائم فليس بإمام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما ومعرفه بهم هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين